اهلا وسهلا متابعين الاعزاء، نهاركم سعيد ان شاء الله، ايامكم زيكم. تحياتي لكل متابعينا بغزه، اولاد الزميل باسل احمد وبي سلام بتابعونا، شكرا لهم. اليوم راح نعمل لحمه مع بطاطا يخانه، وراح نعمل شيش طاووق نشويه بالفرن. وتحتيه ايش راح نعمل؟ راح نحط الرز، راح نطبخ الرز نص طبخه، بعدين نخليه يدخل على الفرن يكمل ياخذ من الطعم تاع الشيش طاووق. ويا حبيبي لما يتحمر الشيش طاووق وتنزل كل الدهنه وكل البهارات تاعته على الرز. راح نقطع الشيش طاووق، جبنا زور الدجاج فريش، اذا انتم عندكم جمادين بالبيت بتطلعوهم قبل بيوم بمصفايه وبتقطعوهم تقريبا. الصدور خليهم شوي كبار عشان السيد هادي اليوم راح يتغدى معنا، فما بحبهم ناشفين، فاذا كانوا القطع صغار ممكن انهم ينشفوا، فاحنا راح نخليهم قطع كبار زي ما انتم شايفين، قطع شوي كبار قطعناهم. تتبيله الشيش طاووق يا جماعه اللي هي التتبيله اللي موجوده بكل البيت، ما راح اجيب لك بهارات انا من كوكب ثاني، ملح فلفل شويه بهار مشكل، ثوم ليمون صلصه شويه لبن وزيت زيتون فقط لا غير. ايش اي لمسات ثانيه انتم بتحب تضيفوها ضيفوها. قطعنا الشيش طاووق وراح نخليهم ينتقعوا بالتتبيله. اللحمه قطعتها انا قطع شوي وسط وسحبت الزفره عنها، وايش عملت؟ حطيتهم طنجره الضغط. صار عندي انا هون الشيش طاووق زي ما انتم شايفين قطع وسط، يعني قد حبت الشيش طاووق اكبر شوي عشان بدي احطها بالفرن عشان ما تنشف معنا. زي ما حكينا نزلنا لكم التتبيله عندكم على الشاشه. راح نضيف هون عندنا اللبن وعندنا صلصه البندوره، المعلقه وين راحت؟ هاي المعلقه صلصه بندوره، وعندي البهار المشكل او اي نوع انتم بتحبوا البهار، شويه فلفل اسود او فلفل ابيض، ما عندي انا فلفل ابيض، عندي هون زعتر ناشف، زيت زيتون، عندي ملح، وعندي عصير حبتين ليمون، وعندي هون اخر شيء اللي هم سنان ثوم. طبعا اللي بيحب حار بيقدر يضيف عليهم حار او بيقدر يضيف بابريكا حاره، انا ما راح احط بابريكا اليوم، راح اكتفي بالصلصه، لون الصلصه عشان يعطينا لون شوي خفيف ما بدي اياه كثير. راح نحرك كل المكونات مع بعض زي ما حكينا، بتحبوا حار ضيفوا عليها حار، ايش توابل انتم بتحبوا تضيفوا عليها ترجع لإلكم. يفضل نقع الدجاج قبل بساعتين ثلاثه، في ناس بيتوب البهارات، بس انا واحد من الناس زي ما حكيت لكم انتم بتعرفوا انا ما بحب طعم البهارات كثير لا على الدجاج ولا على اللحم، فبنكتفي انه تتبيل سريع بعطينا كفر للدجاج، وكان الله بالسر عليه. ما في داعي يضيع طعم الدجاج واللحمه ما دام اللحم والدجاج نظيف، فما في داعي لانه ياخذ معنا تتبيل كثير. راح نشبك الدجاج، عندي قطعه دجاج، قطعه فليفله، برضه قطعه دجاج، عندي قطعه فليفله زي ما انتم شايفين، برضه قطعة دجاج. في شيء غريب انا عندي بالاستديو يا جماعة الخير، الاستاذ راجي اليوم انا مش سامع صوته نهائيا، في حدا مهدده، في حدا شيء، زي ما انتم شايفين عندي هيك الشيش طاووق، دجاج، فليفله، دجاج. بنكمل هذا التكنيك كامل، ايش بتحب تحطوا خضرة؟ في ناس بحبوا يحطوا بندورة شيري معهم، هم حرين، ايش بتحبوا تحطوا؟ حطوا. بس اورجيكم اول سيخين ثلاثة، إذا ضل معي وقت على الهواء بكملهم، ما ضل راح أكملهم بعد الهواء إن شاء الله. شايفين إذا كانت قطعة الدجاج كبيرة إيش تعملوا فيها؟ بتخيطوها خياطة. كيف تخيطوها خياطة؟ هاي قطعة الدجاج صح؟ والتقطيعة مش متساوية تاعتها، بندخل السيخ وبنحرك الدجاجات، بصير عندي أنا إيش؟ داخلين من برا ومن جوا. شايفين؟ هيك ما بلف معنا قطعة الدجاج، خيطناها خياطة. هاي شايفين؟ أنتوا تحكموا بقطعة الدجاج، مش عشانها قطعة مش مزبوطة، مش مقطعة منيح، أنتوا تغيروا الطريقة تاعت الشك،
هي صار عندي هون السياخ الشيش طاووق تقريبا هيك راح نكمل عليهم. تقدروا تضيفوا اكثر من قطعه حسب ما انتم حابين او حسب السياخ اللي عندكم. احنا هون راح نحط كمان قطعه عليهم زياده. راح ننتقل على طول للطبق الثاني. راح نساوي الرز. ليش نساوي الرز؟ عشان قلت لكم بدي اياه يستوي نص استوى عشان نحطه بصينيه ونخلي الشيش طاووق نزل البهارات والصوص تاعه على الرز على طول. عندي هون انا طنجره نحط عليها الزيت. بسم الله. بدي اخليه على العين الحاميه عشان ما ياخذ معنا وقت كثير لو سمحتوا. معلش. عندي هون بصله. عندي برضه سنين من الثوم. هو اصلا بالرسمه ما فياته جزر، تمام؟ بس والله انا كنت اساوي صحن شوربه جزر فزاد عندي حبه. فسنتي انا اسف ما اعطيتكيش انه نحط جزر عليه، بس انا عشان زادوا عندي راح اطبخها معها. عندي الجزره هون برشتها. صارت المقادير عندكم على الشاشه. بتمنى انكم تعملوها تستمتعوا بالطعم الطيب. حطينا احنا شوي من اوراق او خيوط الزعفران نقعناهم بمي الورد ونقلب منيح. عندي انا ملح بهار مشكل. عندي اللي هو هذا، شايفين البهار المشكل هذا؟ البهار الخشن هيك. انا اجيب ايدي على الكاميرا، ايوه هذا البهار الخشن. بعطينا طعم طيب وشوي حراره بخلي الواحد ايش يسحب بالاكل. بهارات مشكله، شوي ملح ونقلب. الله على الروائح تاعتها، طلعت بتجنن. سيد هادي احنا نزلنا ريسيبي كيلو ولا نص كيلو رز؟ صفي الرز اللي بتحبوه اعملوا كميه دبل. احنا عملنا احنا كيلو، انا معطيكم الريسيبي تاع نص كيلو. اعملوا كيلو عادي بس تعملوا دبل لكل شيء. نقلبهم منيح. طبعا نضيف شويه فلفل حار، شو رايكم؟ هاي فلفل حار، الشباب عندنا هون بحبوا الفلفل الحار الله يخليهم. بالضبط، فاحنا بناخذ رايهم دائما بالاكل. والله انا صرت بدي اخذ قبل بيوم ايش حابين تتغدوا بكره لما انا اجي واعملهم على ذوقهم. عندي الرز، نقلب الرزات منيح. زي ما حكينا احنا راح ياخذ معنا بس نص استوى، الاستوى الثاني راح يكمل بالفرن. نقلب كامل المكونات. وعندي هنا من مرقة اللحمة راح نضيف على الرز، تمام على طول. تقريبا راح تاخذ معنا لتر من مرقة اللحمة. انا ما بقدر خجلك وما يا اجي. اهلا يا اهلا وسهلا، شرفت ونورت. مثل البطاطا ويني؟ هاي هاي والله فيه. هاي والله هاي دوق البطاطا، دوق ما اسكان. رشة ملح بدك؟ هاي رشة ملح وفلفل، تؤمر امر يا زلمة لعيونك. ها ها ويا جماعة اليوم بدنا نغير الريسبي كامل. ها تؤمر، انت عندي شوية بطاطا يا سيد ميلاد. روعة. انت عندي شوية بطاطا. روعة. ايه تؤمر امر يا زلمة. بدك ساعدك شيء. الله يخلي له عمرك يا رب. بدنا نساوي الشيش طاووق، شفت كيف ما احلاهم؟ روعة. راح نكمل شكهم ان شاء الله، بس هسا بدي اخلي اللحمة الرز عفوا يغلي شوي. نضيف عليه المرقة وراح نبلش ايش نساوي يا ميلاد؟ نسبك الصلصة تاعت البطاطا. امبارح مين ربح؟ امين ربح صح؟ استاذ العزيز هذا الحكي يعني عدم مؤاخذه، انت بتحكي بس انا وصلت شائعه انه امين انت زميلك اللي... انت بدك توقف مع زميلك تناصر زميلك ولا ايش يعني؟ بلا ايش لا لحظه، ما انت عارف الصح يا استاذ ميلاد يعني. لحظه عندنا غدا اليوم. هاي جلوفز، خذ جلوفز يلا هات تساعدك بالطبخ منيح. خلينا نتغدى اليوم. بلش يخش على المهنه عشان انا قلت له في بيني وبينك تحدي المره الجايه. اليوم مش تحدي، اليوم مساعده. لا ما فيش تحدي، هذا مساعده صح. هاي حاله انسانيه، عرفتوا كيف؟ صح صح. السيد ميلاد انسان معطاء، ف
فدائما بساعد زملائه. بس لحظة تفضل. هلا أنت غيرت الموضوع، أخذتنا بكلامك هيك اللطيف. الله يخليك. أنت شاطر كثير بالكلام. لا يا أستاذة بتعلم منك. ما قلت لنا مين فاز، بدنا نعرف مين فاز. طبعاً أنا بشهادة الكل يا زلمة. لأنه أنا بعرف إنه بالمكتب الكل عم بيقول إنه أمين فاز. يا رجل يا رجل، هذا أنت بتعرف كيف المجاملات، دائما بحبوا دائما بحبوا يجاملوا. احنا زملاء ومش زملاء، خلص هذا خلصته السيخ. امسك سيخ ثاني، امسك سيخ ثاني الله يستر بيتك. حسيت قال ادري شك سياخي اللي انا شكيتهم، ايش اساوي يا جماعه؟ ايش اساوي؟ كمل انت وانا طيب انا راح اكمل، راح احرس البندوره، راح اعصرها عفوا، عشان نعمل الصلصه بتاعت اليخاني. ضايل لها دقيقتين اللحمه عندك هون تستوي، شفت؟ روعه، عم تستعملها منيح. والله انها ممتازه، انا صرت احب الشغلات التكنولوجيه زيك. بسم الله. هلا شفتك حطيت على البركه المرقه مع الرز. كيف على البركه؟ كيف يعني؟ قصدي لا، هذا انا بدي اخليه يستوي بس نص استوى. بعدين راح احطه بصينيه وادخله بالفرن. ايه بسم الله. يعني قصدي بدون عيارات بدون شيء، صرت خلص. لا يا استاذي تعليمك احنا صح، هو الدروس تاعتك راحت هيك عن فراغ يا استاذي. والله كل دروسك هاي تعليمك سيدي. ما هي بتعرف شو، لان الرز هو اكثر شيء حساس. طبعا طبعا صراحه طبعاً. وفي كثير ناس بيعملوا رز وما بيزبط الرز يا زلمه، نفسيه وما بيزبط معهم، هي الحقيقه. شكله شو؟ لا خلص ما بدي احكي. تقول شيء كنت؟ لا ما بدي احكي. شوفوا يا جماعة الخير، تعليمي ما راح هيك ببلاش. أهم إشي الألوان. الله الله. بس زود خلي السيخ مليان. يلا زودوا. بسم الله. عندنا هون حطينا البندورة المعصورة، شو راح نضيف عليها؟ شو بدك تضيف؟ شوف أول إشي هون أنت بس بتنقزش عشان بدي لما بتعصر البندورة بتقشرها. ما هيك بدها خوذه، بس الفوطه ما عندك على على المطبخ شيف. نفس ايش بدك حبيبي احكي لك؟ لا كنت عم اقول لك البندوره، عصرنا البندوره، عصرتها بس قشرتها. لا من غير ما بتقشرها. من غير تقشرها. اوكي. وعندي شويه مي هون، وراح نضيف عليهم سنين من التوم. يلا خلص استاذ بكفي صح؟ بكفي، بس خليهم اياهم لقدام. يلا خلص انا بظبطها. خلص لها ولو انا بدي اعزبك. يا سلام. بدها شيء. والله يا اخوي ميلاد انك متكتك، والله انك متكتك. تحياتنا لجميع. غني قطع. بحكي لك هذا السيخ له، هذا السيخ له، بحكي لك ما في مجال، بحكي لك هذا السيخ عن ثلاث سيار. نحط هنا سنين من التوم يا سيد العزيز مع البندوره، وراح نحط صلصه البندوره. استاذ راجي احكي لو سمحت، بس عشان نسلم عهد، ولا بنكمل احنا الحلقه؟ لا نحن حنسلم هلا. انا ما تعتلم، راح ضل ساعدك لحتى نجهز على الوقت.